طلعت من المدرسة على صف سابع وقعدت بالبيت لحد ما تزوجت وعمري 15 سنة. لما صار عمري 18 سنة كان عندي ولد وبنت، كنت خلص زهقت كل العيش من كتر المشاكل. مستحيل أخلي بناتي يعيشوا اللي أنا عشته، بدي إياهم يتعلموا ويشتغلوا ويصيروا سيدات أنفسهم. التعليم والعمل يخلي للإنسانة كرامة وأمل. هذا عنف، لا أنا ولا أنت هيك.